السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نرحب بكم طلبتنا الأعزاء في هذا اللقاء الذي سنكمل فيه الحديث عن الجزء عن الوحدة الثالثة التي كانت بعنوان الكينز أند الكوينز. تكلمنا في المحاضرة السابقة أو في اللقاء السابق عن تعريف الألكينات والألكينات، الستركتشر لهذه الألكينات والألكينات، كيف نستطيع تسمية المركبات الألكينية أو الألكينات. اليوم راح نكمل لنتعرف على أهم الخصائص الفيزيائية للألكينات والألكينات، ما هي التيربينز، بالإضافة إلى سنتحدث عن الكاركترستيك رياكشنز للألكينات. بداية سنتحدث استكمالا للجزئية التي تكلمنا عنها سابقا حول السيس لترانس ايزوميريزم. عندنا المثال 3.4. How many stereoisomers are possible for 2 و4 هيبتادين؟ عندي العديد من المركبات اللي بتحتوي على أكثر من رابطة ثنائية أو رابطة زوجية، وتكلمنا أن احنا كل ما زاد عدد الروابط إلها مسمى. مثلا لما يكون عندي رابطتين بنضيف داي، لما يكون عندي ثلاث روابط زوجية بنسمي تراي، وهكذا. عندي المركب 2 و4 هبتادين بيحكي لنا كم من ستيريو ايزومرز رح يطلع منه. العديد من المركبات اللي بتحتوي على روابط زوجية تعطينا سيس وترانس ايزومرزم. كيف بدنا نحدد عدد هذه الستيريو ايزومرز وكيف ممكن نرسمها؟ طيب، عندي المركب أنا بيحتوي على رابطتين زوجيتين، في عندي قاعدة بتحكي لي إنه عدد الستيريو ايزومرز بيساوي 2 أس أكم من رابطة زوجية عندي؟ أس أن 2 أس أن، معناته الكلام أن تعني أكم من رابطة زوجية عندي. هذا المركب في عندي رابطتين زوجيتين، فراح يكون عندي 2 أس 2 تعطيني 4 ستيريو ايزومرز. كيف بدي أعرف حوالين الرابطة الزوجية أرسم هذه الروابط؟ عندي أنا المركب في عندي الكربون رقم 2، كربون رقم 3 في عندي رابطة زوجية، كمان عندي الكربون رقم 1 2 3 4 5، 4 و5 في عندي رابطة زوجية. إذن عندي الأربع ستيريو ايزومرز، ممكن يكون عندي ترانس على الاتجاه عند الرابطة الأولى وترانس عند الرابطة الثانية، ممكن واحدة ترانس واحدة سيس والعكس. هاي عندي صورة من المركبين، عندي الترانس 2 و3 عندها ترانس، و4 و5 عندها ترانس، فإحنا هيك بنسمي ترانس الترانس 2 و4 هبتادين. عندي هان ترانس وهان سيس، إذا بدي يطلع عندي ترانس سيس 2 و4 هبتادين، ممكن أنا هان أجيب هادي زي ما هي 2 و3، الأربعة أطلعها لفوق، يطلع عندي هان 4، بعدين أمشي على 5 وأنزل إنزول. بيكون عندي بهذه الحالة يعني أجيب هان 4، طلعها الأربعة لفوق وأمشي وأنزل نزول وأكمل الرسمة، بنلاقي عندي هاد نفس الاتجاه وهاد نفس الاتجاه، بصير عندي سيس سيس. عندي شكل تاني ومثال تاني بيحكي لنا أكم من ستيريو ايزومرز بيكون عندي للمركب هذا نفس الوقت، كيف بدي أرسمهم؟ خلونا نشوف. إحنا عندنا رابطتين، حسب القانون اللي أخذناه بنحكي إنه 2 أس 2 يعطيني 4، يعني 4 ستيريو ايزومرز. هل هذا الكلام صحيح؟ خلينا نشوف. قلت أنا لو بدي أشوف عندي عند الكربون رقم 2 و3 عندي رابطة زوجية، وعند 6 و7 عندي رابطة زوجية،
عند 2 و3 الرابطة الأولى لو أنا بدي أعمل هادي سيس، طب ما هي ممكن عندي هادي تيجي ترانس، يعني عندي 2 identical groups، فبالتالي هذه مش هتغير من تركيبة المركب، فما بيكون عندي سيس وترانس، لأنه عندي هانسي اتش 3 وعندي هانسي اتش 3، مش هتغير من المسمى، هيضل نفس الشيء، فبالتالي احنا هان ما بنعتبر انه عندي سيس وترانس، فبنلغيها من حساباتنا. نيجي على الرابطة الثانية، في عندي هان مجموعتين مختلفتين حول الرابطة، هي عندي هانا بيختلف عن هاد، عندي هان سي اتش 3 وعندي هان مجموعة تانية، بالتالي من السهل انها تعطيني سيس وترانس. اذا عندي هان الترانس ايزومر موجود عند الرابطة الاولى، وعندي سيس عند الرابطة الثانية، عند الرابطة نفسها، يعني التحول صار عند رابطة واحدة فقط. بالنسبة للريتينول أو المتعارف عليه بالفيتامين A، هو عبارة عن بولي أنساتوريتد الكحول، له أهمية في حياتنا، طبعا نحن نعرف أهميته في الفيجن الرؤية، العديد من الستيريو آيزومرز أو سيس ترانس ستيريو آيزومرز. المركب زي ما احنا ملاحظين هو عبارة عن سلسلة من الكربونات، بتحتوي على 4 روابط زوجية مرتبطة بسايكلو هيكسين رينج. عدد الستيريو آيزومرز هناخد 4 روابط ثنائية الموجودة على السلسلة اللي أمامنا، فبالتالي بيطلع 2 أس 4، بيطلع عندي 16 ستيريو آيزومرز للريتينول. طبعا ما أخذنا هاد لأنها عبارة عن رينج. إيش هي أهم الخصائص الفيزيائية اللي موجودة للألكينات والألكينات؟ What are the physical properties of alkenes and alkynes؟ إحنا بنعرف إنه الألكينز والألكينز عبارة عن هيدروكربونز مثلها مثل الألكينز، فبالتالي في تشابه كبير بين الخصائص الفيزيائية الموجودة للألكينات اللي حكينا عنها سابقاً مع خصائص الألكينات والألكينات. طبعاً ما إنها هيدروكاربونز هي non-polar compounds، بتحتوي على very weak London dispersion forces. نعرف لندن هي أضعف الروابط الموجودة تساهمية، بالإضافة إلى إنها الدنسيتي إلها أقل من 1 جرام بير مل، يعني أقل من كثافة الماء، فبالتالي عند وضعها مع الماء نلاقيها بتطفو على سطح الماء. أيضا هي insoluble في الووتر، نعرف معناها non polar، فبالتالي مش هتدوب في المركبات أو في solvents البولر، هتدوب في non polar organic liquid. What are terbenes؟ إيش هي التربينز؟ مركبات أطلق عليها تيربينز، عائلة بتحتوي على مجموعة مركبات فيها، أطلق عليها اسم التيربينز. طبعا التيربينات هي عبارة عن مركبات بتحتوي على سلسلة متكررة من وحدات الأيزوبرين. الأيزوبرين عبارة عن هاي المركب زي ما احنا شايفين له مسمى شائع هو الايزوبرين، لكن بالايوباك سيستم بنسميه 2-ميثيل-1-3-بيوتا-داين. طبعا هذا المركب بيتكرر في السلسلة أكثر من مرة، بيرتبطوا مع بعض أكثر من يونت، فبتشكل عندي تيربين. هاي معنى التيربين. كيف بيرتبط عندي التيربين الايزوبرين؟ 1-2-3-4 على كربونة رقم 1 سموها الهيد، وكربونة رقم 4 سموها التيل.
بيجي عندي هيد من يونت تانية بيرتبط مع التيل من اليونت الأولى وبيعطيني تربين. ناخذ أمثلة على التربينات أو التربينز. في عندي الميرسين وهو عبارة عن زيت يتم استخلاصه من الغار، مركب موجود في زيت الغار. عندي بيتكون من 2 يونتس من الايزوبرين مرتبطين عند كربون رقم 4 اللي حكينا عنها سابقا انها هي التيل. وعندي الهيد من الايزوبرين اليونت الثانيه، فصار عندي ميرسين. جيرانيول عباره عن مركب موجود بتم استخلاصه من الازهار، من الورد يعني، rose and other flowers عندي، لكن هو زي ما احنا ملاحظين OH فهو كحول، كحول غير مشبع. في عندي كمان الليمونين. الليمونين بيتم استخلاصه من الحمضيات، موجود في الحمضيات. بيتميز الليمونين والمينيتول بوجود انه يونت الايزوبرين، التو يونتس المرتبطين مع بعض بيصلوا لمرحلة انهم يغلقوا على بعض ويكونوا حلقة سداسية زي ما احنا ملاحظين. لكن الليمونين عندي زي ما احنا ملاحظين هاي اليونت الاولى 1 2 3 4، طبعا الكربون الخمسة هي متفرعة جاية. اليونت الثانية 1 2 3 4، الأربعة والثلاثة سكروا على بعض وأعطوني حلقة سداسية فكونت عندي الليمونين، سموه الليمونين لأنه بتم استخلاصه من مكونات الليمون، الليمون والأورنج بشكل عام من الحمضيات. كذلك عندي المينتول، لكن المينتول عبارة عن كحول بيتم استخلاصه، طبعا هو مركب موجود في النعنع، أوراق النعنع. طبعا هذه المركبات كلها بتعطيني بنلاقيها في العطور، يعني من مكونات روائح عطرية أو في النباتات العطرية. التربينز هي عبارة عن مركبات موجودة في النباتات، يعني هي عائلة موجودة بنلاقيها في النباتات زي ما احنا ملاحظين لها دور كبير في العطور والروائح اللي بتنتج من هذه الازهار. خامس تيربين معانا هو الفارنيسول، وهو موجود في زهرة زنبق الوادي. بيتكون من هاي يونت تنتين ثلاثة، عندي 3 يونتس من الايزبرين مرتبط فيها، تكونت لي مركب كحولي بولي انساتوريتد بنسميه فارنيسول. طبعا الفارنيسول والجيرانيول مركبات بتكون كانترميديات في الكوليسترول بايوسينثيسيس. عندي الريتينول زي ما حكينا هو المكون الموجود في، وهو نفسه الفيتامين اي، نوع من أنواع التربينز، طبعا هو موجود في الجزر والبندورة ونقول الجزر غني، له دور كبير بالفيجن. بيحتوي على 4 يونتس من الايزبرين، واحدة تنتين تنتين ثلاثة أربعة، وعندي تنتين شكلوا رينج، يتكون من 4 يونتس من الايزو برين. What are the characteristics reactions of alkenes؟ نيجي لتفاعلات الالكينات. الالكينات بشكل عام ما بتعمل الا تفاعلات الاديشن، تفاعلات الاضافة. اكثر تفاعلات بتتجه لها هي تفاعلات الإضافة، بيتحول من خلالها الدبل بوند تو سنجل بوند، طبعا غالبا بكون H مع أي مركب أو أي
اتوم تانية يعني اتش اكس اكس فرمز لأي مركب، عندنا الاتش اكس بترتبط في الكربونات اللي مشكلة عندي رابطة ثنائية، بتنكسر الرابطة الثنائية باي وبتعطينا 2 سيجما بوند، 2 سنجل سيجما بوند. عندي الالكينات والمادة المتفاعلة ممكن تكون سيمتريكال ممكن تكون اسيمتريكال. سيمتريكال زي ما احنا ملاحظين عندي، يعني انا لو مسكت حوالين الرابطة الثنائية بلاقي عندي نفس الشيء كاميرور، لكن الاسيمتريكال بلاقي فيه اختلاف، انا عندي هان سي اتش 3 بالمقابل انا عندي هان اتش. كذلك المادة المتفاعلة بنسميها الرياجنت، في سيمتريكال في اسيمتريكال. عندي السيمتريكال يعني بي ار 2 اتش 2 تي ال 2 اي 2 اي شيء نفس الشيء. عندي الاسيمتريكال زي ال H2O، عندي H و OH بيختلفوا، وعندي HCl زي ال H و CL، HBr H مع Br. أكثر التفاعلات اللي راح نحكي عنها هي تصنيفات، هاي الأربعة تصنيفات راح نحكي بالبداية عن تفاعل الألكينات مع ال HCl، بنسميه تفاعل الهيدروكلورينيشن او هيدرو هاليجونيشن، يعني عندي تفاعل هيدروجين هاليد مع الالكين. عندي ايضا الالكين مع ال H2O بنسميه تفاعل الهيدريشن، الالكين مع ال Br2 بنسميه برومينيشن، عندي تفاعل الالكين مع ال H بسميه هيدروجينيشن، وتفاعل ريدكشن. أول تفاعل إضافة معنا إضافة الهيدروجين هاليدز اللي نسميه هيدرو هالوجينيشن. عندي تفاعل الألكين مع هيدروجين هاليدز راح يتفكك الرابطة الثنائية وتعطيني سينجل تو نيو سينجل بوندز، واحدة عليها H واحدة CL. طيب نيجي للمركب الثاني، عندي مثل ما احنا ملاحظين البروبين، عندي 1 2 3 3 ذرات كربون مع ال HCl. طيب هل بينفع ناخذ الشكل الثاني؟ طبعا عندنا هنا ما بينفع ناخذ الشكل الثاني، ليش؟ هذا اللي بتفسره قاعدة ماركو فينوكس اللي بتحكي لنا انه عند ارتباط او عند تفاعل الالكين مع هيدروجين هاليدز راح تروح الهيدروجين ترتبط على الكربونة اللي عليها اكتر عدد هيدروجينات، الكربونة اللي عليها اكتر عدد هيدروجينات. خلينا نشوف الكربونة اللي عليها اكتر عدد هيدروجينات. عندي هذه عليها اتش تنتين، لكن هذه عندها اتش واحدة، مين فيهم اللي عليها اكتر عدد ذرات هيدروجين؟ راح تيجي الاتش وترتبط فيها، فبالتالي اجت الاتش ارتبطت على كربون رقم واحد مباشرة، الهالوجين راح او الهاليدز او السي ال راح يروح يرتبط على الكربون الثاني، فبالتالي الشكل الثاني للمركب مرفوض، احنا راح نعتمد الشكل هذا. اذا قاعدة ماركو فينوكس تحكي لنا انه المركب الالكين عند ارتباطه مع هيدروجين هاليدز راح ترتبط الهيدروجين هاليدز مع الكربونة اللي بتحتوي على اكبر عدد ذرات من الهيدروجين مباشرة. هذا بنسميه ريجوسيلكتيف رياكشن، اللي بيتجه الى انه يكون مركب جديد او تكسير روابط جديدة. مثال عندي عند الايزوبيوتين راح يرتبط، او الميثيل بروبين راح يرتبط مع الاتش اي
راح يعطيني 2 أيودو 2 ميثايل إبروبين. طبعا الأتش ارتبطت على الكربون اللي عليها أكثر عدد ذرات من الهيدروجين، بالمقابل الآي راحت مباشرة على الكربونة الثانية. نفس الشيء راح يتجه له في السايكليك الكينز الأتش والسي. الميكانيزم لإضافة الـ HCl لـ 2 بيوتين، الرياكشن ميكانيزم المقصود فيها إنه أنا عندي، لما أحكي ميكانيزم معناته إنه عندي ستيب باي ستيب، عندي عدة خطوات بيمشي عليها التفاعل ليكتمل. نيجي للميكانيزم لإضافة الـ HCl للبيوتين، عندي مركب 2 بيوتين راح يتفاعل مع الـ HCl، راح يتم على مرحلتين. المرحلة الأولى راح تنضاف الـ H، راح تروح الـ H من الـ HCl راح تنضاف على الكربونة. أو على كربونة من الكربونات اللي مكونة عندي دبل بوند، تكسر الرابطة الثنائية، فبصير عندي H ارتبطت على الكربونة والكربونة الثانية ضل فيها شاغر، أعطتني بوزيتيف، صارت بوزيتيف لأنه المركب أنا ضفت له اتش بلس. الاتش راح ترتبط على كربونة من الكربونات، الكربونة الثانية راح تكون عليها شحنة موجبة، هذا بنسميه الكربوكيشن. الكربوكيشن إنه الكربونة يكون عندي عليها فقط 3 دبل بوندز. سكندري كاربوكيشن لأنه أنا عندي الكربونة اللي عليها 3 بوندز اللي عليها الشحنة الموجبة حواليها 2 كاربونز، عشان هيك سميناها سكندري كاربوكيشن. بعد ما تنضاف الـ H بلس، الستيب الثانية راح يتم إضافة الكلورايد أيون، راح تروح الكلورايد أيون مباشرة على الشحنة الموجبة ترتبط فيها، أو على الكربونة اللي عليها الشحنة الموجبة، فعندي secondary carbocation intermediate راح يرتبط مع الكلورايد أيون ويعطيني 2 كلوروبيوتين، 2 كلوروبيوتين أو مسمى تاني secondary بيوتين كلورايد. زي ما احنا ملاحظين في المثال اللي امامنا، اضافة الـ HI على الميثيلين سايكلو هيكسان، الميكانيزم اول حاجة بده ينضاف الـ H بلس، تكسر الرابطة الثنائية، يعطيني تيرشري كاربوكيشن انترميديات. طبعا الـ H بلس اجت على الكربونة اللي عليها اكبر عدد ذرات من الهيدروجين، عليها 2 هيدروجين، بالمقابل اللي عندها الرابطة الثنائية الثانية عليها ولا هيدروجين، لأنه احنا بنلاحظ هاي رابطة 2 3 4، بالتالي ما بيكون عليها أي هيدروجين، فارتبطت الأتش على الكربونة اللي عليها أكبر عدد ذرات من الهيدروجين. الكربونة الثانية صار عليها بوزيتيف تشارج، سمينا المركب اللي ناتج عندي تيرشري كاربوكيشن انترميديات، تيرشري لأنه حواليه 3 كربونات. بيجي الأيوداي يرتبط على الكربون اللي عندها 3 ذرات أو 3 روابط اللي عليها الشحنة الموجبة، وبيعطيني المركب متكامل، صار له عملية الهيدروجينيشن. إذا عندنا الهيدروجينيشن بتتم على مرحلتين أو 2 ستيبس. الستيب الأولى راح يرتبط فيها الهيدروجين على الكربونة اللي بتحتوي أكبر عدد من الذرات، الستيب الثانية راح يروح الهالوجين يرتبط على الكربونة اللي عليها 3 ذرات أو 3 روابط عندها، بنلاحظ الشحنة الموجبة، بنسميه طبعا المركب اللي بينتج من الخطوة الأولى كاربوكيشن انترميديات، اما سكندري او تيرشري حسب المركب الموجود.
التفاعل الثاني تفاعلات الإضافة للألكينات هو إضافة الووتر، وهو تفاعل الهايدريشن. إذا الهايدريشن المقصود فيها addition of water، راح نضيف الووتر للمركبات الألكينات بوجود وسط حمض يحفز هذا التفاعل، راح يعطيني كحول. كل تفاعلات الألكين مع ال H2O أو كل تفاعلات إضافة الووتر أو كل الهايدريشن رياكشن راح تعطينا كحول، زي الإيثايلين. الإيثايلين في وجود ال H2O راح يعطينا إيثانول، بروبين 2 بروبانول، 2 ميثايل بروبين راح يعطينا 2 ميثايل 2 بروبانول، 1 ميثايل سايكلوهكسير راح يجي ال H2O في وجود وسط حمضي وتعطيني 1 ميثايل سايكلوهيكسانول. كيف بتتم عملية إضافة ال H2O؟ ميكانيزم يعني step by step. عندي steps، عدة steps راح تعطيني إضافة ال H2O. الميكانيزم كالتالي: الستيب الأولى، أول step دائما عملية إضافة H plus عشان تكسر الرابطة الثنائية، فبالتالي راح يتم إضافة ال H plus وتعطيني ترتبط ال H بلس على أكبر ذرة على أو على الذرة اللي بتحتوي على أكبر عدد من ال H من ذرات الهيدروجين، راح يعطيني عندي 2 carbocation intermediate. المركب اللي عندي بروبانين ارتبط مع ال H2O وجود وسط حمضي، أعطاني أول خطوة لما دخلت ال H بلس عليه وكسرت الرابطة الثنائية، أعطاني 2 secondary أو secondary carbocation intermediate. بعد ذلك ال secondary carbocation intermediate راح يتفاعل مع ال H2O. عند ال H2O زي ما احنا بنعرف ال O مربوطة ب H2، يعني ال O بالعادة احنا بنعرف انها تشكل رابطتين حواليها. لقيت لما تيجي ترتبط على الكربون اللي عليها ال positive charge راح تصير عندنا ثلاث روابط، فبالتالي هذا البوزيتيف تشارج راح تنتقل للاو، يعني الاو اللي هيصير عليها بوزيتيف تشارج لما يكون الاو عليها ثلاث روابط عليها بوزيتيف تشارج، معنات الكلام هذا الايون بنسميه اوكسونيوم ايون، اوكسونيوم ايون. طيب عندنا الراب المركب في ذرات هيدروجين زيادة، في عندي بوزيتيف تشارج، راح عشان يتخلص من البوزيتيف تشارج راح يطلق ذرة هيدروجين، فبالتالي راح يكون الناتج عندي H بلس، يطلع عندي H بلس، المركب عندي راح ينتج كحول. إذا الخطوة الأولى عملية إضافة ال H بلس، الخطوة بينتج عندي كاربوكيشن انترميديات، الخطوة الثانية عملية إضافة ال H2O راح ينتج عندي أوكسينيوم أيون. عشان نتخلص من الأوكسينيوم أيون، نتخلص من عدد ذرات الهيدروجين الزيادة في المركب، راح يصير الخطوة الثالثة راح يطلق ذرة هيدروجين فينتج عندي ال H بلس. عندي في المركب ميثايلين سايكلوهيكسان راح ينتج ميثايلين سايكلوهكسان، راح تصير عنا الميكانيزم لإنتاج 1 ميثايل سايكلوهكسانول، راح تنكسر الرابطة الثنائية بوجود ال H بلس، ثاني راح ينتج عنا كاربوكيشن انترميديات، بعدين راح يتم إضافة ال H2O ينتج عنا أوكسينيوم أيون، الخطوة الأخيرة راح يتم التخلص من البوزيتيف تشارج الموجودة على الأوكسينيوم أيون، يطلق ذرة هيدروجين، أيون الهيدروجين راح ينتج عنا 1 ميثايل سايكلوهيكسانول. طبعا احنا بنعرف انه ال H بلس لما تتم اضافتها بتنضاف على الكربون اللي عليها اكبر عدد ذرات من الهيدروجين،
اللي بيشكلن طبعا الروابط الثنائية، يعني الكربون اللي عليه اللي بتشكل عندي كربونتين بينهم رابطة ثنائية، واحدة من الكربونات هذه عليها أكبر عدد ذرات من الهيدروجين، هي اللي راح يرتبط فيها أيون الهيدروجين. التفاعل الثالث من تفاعلات الإضافة هي هو الهالوجينيشن، يعني إضافة هالوجين على الألكين سواء برومين أو كلوراين أشهر التفاعلات. طبعا عندي 2 بيوتين راح نضيف له برومين، راح ينتج عندي 2 و3 داي برو برو اثنين وثلاثة داي برومو بيوتان. طبعا في وجود ال CH2Cl2 والمحفز للتفاعل ككاتاليست. سايكلوهيكسين بوجود البروماين راح يعطيني 1 و2 داي برومو سايكلوهيكسان. طبعا لاحظ انه البروم راح توزع على الكربونتين وكسر الرابطة الثنائية. التفاعل الرابع إضافة الهيدروجين الريدكشن أو الهيدروجينيشن، إضافة الهيدروجين راح تحول مباشرة الألكين لألكان. عندي ترانس تو بيوتين في وجود ال H2 أو تفاعلها مع الهيدروجين في راح تعطيني بيوتان. طبعاً عملية إضافة الهيدروجين بتحتاج لمحفز، هذا المحفز دائما عبارة عن معدن، هذا المعدن بيربط بيعمل زي عملية ربط لذرات الهيدروجين مع الألكين بيحفز هذه الروابط. فأشهر المعادن اللي يتم استخدامها في إضافة الهيدروجين هو البلاديوم، هو البلاديوم. إذا عندي ترانس 2 بيوتين تفاعلت مع ال H2 ومع الهيدروجين في وجود البلاديوم وفي وجود ميتال أعطتني بيوتان، وكذلك السيس 2 بيوتين كذلك عند التفاعل مع ال H في وجود البلاديوم راح يعطيني بيوتان. إذا عندي إضافة الهيدروجين نسميها هيدروجينيشن أو ريدكشن، راح تحول الألكين لألكان. سايكلوهيكسين في وجود البلاديوم راح يتفاعل مع ال H2 راح يعطيني سايكلوهيكسان. What are the important polymerization reaction of ethylene and substituted ethylenes؟ المقصود بالبوليمرايزيشن اني انا بدي اكون بوليمر من الايثايلين، يعني عندي ايثايلين ارتبط مع اكثر من ايثايلين، عندي إيثايلين ارتبط مع إيثايلين ارتبط مع إيثايلين، صار عندي بولي إيثايلين، عدد من الإيثايلين مرتبطات مع بعض نسميها بوليمر، وعندي أكثر من تكرار للمركب اللي ارتبط. البيروكسيد هو عبارة عن مركب ينتج من ارتباط ذرتين أكسجين مع بعض، مثال عليها الهيدروجين بيروكسيد اللي هو H2O. عندي هنا بوليمرز من الإيثايلين الفينيل كلورايد. الفينيل هو عبارة عن إيثايلين منزوع الهيدروجين، زي ما احنا حكينا سابقا عن الألكيل جروب. الألكيل جروب حكينا انها هي عبارة عن ألكان منزوع ذرة هيدروجين، كذلك الفينيل هو عبارة عن إيثايلين منزوع ذرة هيدروجين. ذرة الهيدروجين اللي تم نزعها ارتبط مكانها مركب تاني مثال عليها أو عنصر تاني أو رابط تكونت
مع الكلورايد، انها مع الكلورايد بشكل عندي فينيل كلورايد. هل بيهمني تعرفوه في هذه السلايد؟ يعني هذه بوليمرز من الايثايلين، عرفنا منها على الفينايل كلورايد. هنا اهم شيء انكم تعرفوا كل مركب او كل بوليمر ايش استخداماته. فمثلا البولي ايثايلين تترو فاليت يتم استخدامه في البوتلز اللي بنستخدمها للسوفت درينك، في الفيلمز فايبرز. الهاي دنسيتي بولي ايثايلين هذا رمز الهاي دنسيتي بولي ايثايلين في علب الووتر والميلك والاكياس. بولي فينيل كلورايد الفي او بي في سي، بولي فينيل كلورايد شامبو بوتلز. لو دنسيتي بولي ايثايلين ساندويش باجز في اكياس ساندويش، ساندويش الاوراق اللي يستخدموها في الساندويشات. بولي بروبايلين الألعاب، في الكلاثينج فايبرز ألياف اللي بيضفوها في الملابس. البوليستايرين الكبس، كراتين الكاسات، كاسات الكرتون وكراتين البيض. غيرها من البوليمرز بتم استخدامها ببلاستيك، أو هي عبارة عن أشكال بلاستيك. هيك بنكون أنهينا شابتر 3 من ال المساق. يعطيكم العافية.